موجز الخامسة من قناة الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. قضت وحدات من جيشنا الباسل اليوم على إرهابيين من جبهة النصرة في عدد من بلدات وقرى ريفي إدلب وحماة، ودمرت لهم راجمة صواريخ ورشاشات ثقيلة وأوكار إجرامهم. هذا ويواصل حماة الوطن ملاحقة فلول عصابات الإرهاب في العديد من المناطق في ريف دمشق، موقعين إصابات قاتلة في صفوفهم. وفي حمص يواصل بواسلنا تقدمهم المستمر في ريف القصير، حيث تم إعلان منطقة الحميدية منطقة آمنة وخالية من رجس الإرهاب. هذا في وقت تمكنت فيه الجهات المختصة من العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وسجن لتعذيب المخطوفين في حي الوعر بحمص. أعرب سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن خيبة أمل بلاده بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سوريا، مؤكدا أن هذا القرار سيضر بآفاق عقد المؤتمر الدولي حول سوريا. وقال ريابكوف: لا يحق لأحد توجيه اللوم إلى روسيا لإرسالها أسلحة إلى سوريا، مؤكدا أن بلاده ترسل أسلحة إلى السلطات الشرعية في سوريا. إلى ذلك أكد ريابكوف أن العقبة الرئيسية أمام المؤتمر الدولي حول سوريا تكمن في تشتت المعارضة السورية وعجزها عن تأمين مستوى رفيع لممثليها إلى المؤتمر، مشيرا إلى أن الحكومة السورية عازمة كل العزم على إرسال وفد يملك جميع الصلاحيات لإجراء المفاوضات إلى هذا المؤتمر الافتراضي المحتمل، مضيفا أنه لا يجب على الحكومة السورية فقط وإنما على المعارضة أيضا تسمية مفاوضيها المخولين بالمشاركة فيه. وتابع ريابكوف: يجب علينا أن نرى مهمتنا الرئيسية في توفير جو يستطيع في ظله طرفا الحكومة والمعارضة تحديد مفاوضيهما الذين سيشاركون في المؤتمر. في خطوة تظهر مدى التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية السورية، دخل السيناتور الأمريكي جون ماكين خلسة إلى الأراضي السورية والتقى عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة هناك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن براين روجرز مسؤول الاتصال بمكتب ماكين قوله: إن ماكين دخل إلى الأراضي السورية قادما من تركيا والتقى مع عدد من متزعمي المجموعات المسلحة. من جهتها أشارت رويترز إلى أن روجرز رفض ذكر أي تفاصيل بشأن اللقاء مع المسلحين. ومن المعروف أن ماكين من أبرز مؤيدي دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بالسلاح، كما سبق أن دعا لفرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي السورية. قالت صحيفة الشروق التونسية إنه من الخطأ أن يخيل لنا أن دول الخليج تدعم الحرب على سوريا فقط، بل إن أثرياءها ينهشون أجساد مراهقات وصبايا سوريات في مخيمات اللجوء داخل الأردن ولبنان وتركيا، حولهن شيوخ الخليج إلى جوار أعمارهن بين 12 و16 عاما بحفنة من الدولارات. واستشهدت الصحيفة في تحقيق نشرته أمس بعنوان فتيات سوريات في المخيمات فرائس للخليجيين وعصابات الدعارة، بكلام لمراسلة جريدة البايس الإسبانية أثناء إجرائها تحقيقا صحفيا في عمليات البيع والشراء لمراهقات في مخيمات الجوار. قالت فيه: الحرب تحط أوزارها من حين إلى آخر لتسمح لتجار اللحم البشري بتحويل الكرامة الإنسانية إلى جيفة يقتات منها جوارح وكواسر بلدان الخليج، فلا شيء هنا يعلو على صوت الشهوة ما دام هناك مال عربي أسود بلون البترول يغذي رغبة جامحة لتركيع المرأة السورية في مخيمات الذل. في لبنان قتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني الليلة الماضية في منطقة عرسال بالبقاع شرق لبنان برصاص مسلحين. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسلحين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار بعيد منتصف الليل على حاجز للجيش اللبناني في عرسال، ما أدى إلى استشهاد العسكريين 3، مضيفة أن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة. وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط على الجانب الأردني من البحر الميت بالانهزامية. وكان عباس قال خلال مشاركته مساء في ندوة كسر الجمود على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الجانب الأردني للبحر الميت: نحن ننسق أمنيا مع الجانب الإسرائيلي ولا نخجل ولن نخجل لأننا نريد أن نتعايش. ومعروف أنه منذ 6 سنوات لم يحدث أحداث ولو بسيطة بين الضفة الغربية وإسرائيل.
يواصل الجيش العراقي ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والعصابات المتحالفة معه في عمق الصحراء الغربية، حيث نفذ سلسلة عمليات نوعية شاركت فيها قوات الجزيرة والبادية والأنبار وأسفرت عن إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين. إلى ذلك ارتفعت حصيلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد أمس إلى 58 قتيلاً و187 مصاباً. وقالت مصادر أمنية إن تفجيرات بغداد وقعت في مناطق أم المعالف والحرية والكاظمية والبياع والسعدون، كما استهدفت التفجيرات مناطق بغداد الجديدة والحبيبية والصدرية وجسر ديالة وسبع البور. يشار إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي قتل أكثر من 500 شخص في هجمات متفرقة في العراق، وأصيب نحو 1000 بجروح بحسب حصيلة استندت إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية. في اليمن أصيب ضابط وجنديان مساء الاثنين في انفجار نفذه تنظيم القاعدة واستهدف مركبة للجيش اليمني في وادي حضرموت جنوب شرق البلاد. وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه إن عناصر من تنظيم القاعدة فجروا لغما أرضيا بواسطة التحكم عن بعد في منطقة خورة على الطريق الواصلة بين الوادي ومدينة المكلا عاصمة المحافظة، مستهدفين مركبة تابعة للجيش. يبحث رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الوطني التونسي في طلب لإعفاء الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي من منصبه، وكان من المفترض النظر في هذه اللائحة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، غير أنه تقرر تأجيل ذلك بسبب زيارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى الجزائر. يشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان قد وافق في 22 من الشهر الماضي على قبول لائحة لإعفاء الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي من مهامه، تقدم بها العشرات من النواب من حيث الشكل، ولكنه رفضها من حيث المضمون. قررت مالي إجراء انتخابات رئاسية في 28 من تموز يوليو بحسب مسودة قانون اعتمدتها الحكومة فيما تسعى البلاد للخروج من حرب وأزمة سياسية مستمرة منذ 18 شهراً. وجاء ذلك في بيان حكومي فيما يشكل أول تأكيد رسمي لموعد الانتخابات التي تعتبر أساسية من أجل إعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب السنة الماضية الذي مهد الطريق أمام المتمردين الإسلاميين للسيطرة على شمال البلاد. أعلنت الشرطة البريطانية الإفراج عن 3 رجال بكفالة تم توقيفهم في أعقاب قتل عسكري بريطاني في لندن الأربعاء الماضي، فيما لا يزال المشتبه فيهما الرئيسيان في المستشفى ويتعذر استجوابهما. وقد أثارت حادثة قتل الجندي البريطاني حالة من الغضب في الشارع البريطاني سرعان ما تحولت إلى مشاعر عدائية ضد الملونين والمسلمين، حيث نظم المئات من أنصار اليمين المتطرف مظاهرات وسط العاصمة لندن احتجاجا على مقتل الجندي البريطاني في ضاحية وولش ووتش، وردد المتظاهرون هتافات معادية للإسلام والأجانب. ختام الموجز بأمان الله.